إذن أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن صوت التغيير الذي أطلقه عدد من الناشطين المدنيين في ذي قار، لعله يجد الصدى وهم يساهمون في بناء عدد من البيوت لإسكان العوائل المتعففة. صدى التغيير هي حملة شبابية تطوعية أسهمت في تأمين ملاذات آمنة للشرائح الفقيرة في ذي قار. شيماء جبار والتفاصيل. مدينة الناصرية منذ سنة 2014 صار الفريق نتيجة الفقر والعوز اللي تمر به المدينة بذيك الفترة. أول ما بلشنا باشتراك شهري قيمة 10,000 دينار، بهذا الاشتراك قدرنا نبني خطواتنا الأساسية الأولى. اشترينا دونم أرض مساحة 2500 متر، على هاي الأرض نشأت 15 وحدة سكنية. مساحة الوحدة السكنية 100 متر، بها غرفتين، مطبخ، صحيات، صالة. احنا نروح نستقطب العائلة، نروح ندور عليها، نسأل عنها، نشوف هاي العائلة محتاجة ما محتاجة. كون هاي العائلة ما تملك متر بهذا الوطن، على مطالب ايش يكون لهم؟ يكون لهم مطن ودار يحميهم. تتخذ العالم انه تخلي بدال السقف مثلا بدال الطابوق والاسمنت تخلي يعني تستعمل من التشينكو الخشب الهاي، احنا شفنا هاي الفكرة انه تكون شوية افضل من هذا الشيء، فخلينا مادة سندويتش بانل نشتغل هيكل كامل من حديد، عدتنا متكاملة، الولد الحدادين عندنا يشتغلون من التبرعات اللي تجينا اللي هي 10,000 دينار. هؤلاء الشباب موظفون وخريجون وطلبة، همهم أن يوفروا السكن لعوائل لم تمتلك بيتا ولا أرضا تستقر بها. عندنا مجموعة من أعضاء الشباب بين الخريج وبين الموظف وبين الكاسب وبين الأعمال الحرة يعني الحداد ولا، فإحنا نجتمع يومية بالليل، وعندنا اليوم السبت والجمعة هذا اليوم اللي ننطلق به الأعمال، وباقي الأيام عندنا مناشدات واللي جات تجينا نروح نقيس البيت ونشوفها أو العائلة اللي نروح نشوفها، ونخصص اليوم المؤقت يعني اليوم مثل يوم الجمعة هو البناء. وفروا لنا هذه الدور للعوائل المتعففة، هم مشكورين على جهودهم، الناس ما قصروا ويانا، سحبوا لنا الكهرباء وسحبوا لنا الماي ووفروا لنا اشكال يعني اشكال الحياه، بس اكو قصور بالمحافظه، لا عندنا تبليط، لا عندنا اسلاك متنظمه كهربائيه. من الجميل ان تقدم فرحه وتبادر بخير لاحدهم، والاجمل ان تمنحه سكنا ومستقرا. لبرنامج صباح الخير يا عيد.